هل فكرت بيوم من الايام قلت ديقري انا اريد شدات بس ما عندي فلوس، ديقري اني اريد شدات بس ما اريد اتعب؟ اليوم ديقري جايب لك الحل. الحل. سلام طبعا يا شباب، شباب ان شاء الله بخير، معكم ديقري. اليوم يا اخوان رجع لكم بحلقه جديده. اليوم ديقري جايب لك شغله كلش راح تفيدك، مثل ما قائد العصابه معودكم جيب لكم شغلات اللي تفيدكم. شغله ما بيها يا اخوان، شركه ببجي موبايل بمناسبه السنه الثالثه لاطلاق اللعبه سوت لنا مسابقه النجم الساطع. اي نعم يا اخوان، هسه قل شنو مسابقه النجم الساطع؟ بها جوائز، بها شدات، من الاخير اقول لك، من الاخير. قبل لا نبلش بقوانين المسابقه وقبل لا نبلش طلبات المسابقه، راح اذكركم بتاريخ التقديم اللي هو من يوم 17 شهر الى 30 شهر، 17 مارس الى 30 مارس. طلبات الفيديو جدا بسيطة يا اخوان، فوق ما تتصورون بسيطة. سوي مقطع على اليوتيوب، اي بس المقطع هذا على اليوتيوب راح يكون اكثر متعة، اللي هو الانترتينمنت مثل ما تشوفون قدامكم. الاكثر متعة، واللي اقصد بالاكثر متعة هاي الشغلات اللي قدامكم، اللي هي يعني تسوي مقطع بتحشيش، بميمز، بمتعة، بضحك، بسوالف، مثل الفيديو اللي راح اسويه اني وراح تشوفوه انتو بعد شوية. قوانين المسابقة جدا بسيطة، مثل ما تشوفون قدامكم هذه قوانين المسابقة، تقدرون تقروها وتاخذون سكرين وتشوفوها على راحتكم. لا تنسى الفيديو مالتك يكون تحت هاشتاج اللي هو هذا الهاشتاج لازم تحطه بالديسكربشن يا اخوان، مهم جدا. اذا ما حطيته ما راح اشارك بالمسابقة. بعد ما اسوي الفيديو تحت القوانين اللي قلت لكم اياها وتحت القوانين اللي شفتوها قدامكم، تنزل الفيديو على اليوتيوب. بعد ما نزلت الفيديو على اليوتيوب راح اخلي لكم الرابط بالديسكربشن، تدخلون على الرابط مثل ما تشوفون مسابقه النجم الساطع. التفاصيل هنا كل شيء تقدر تقرا قدامك وقواعد، وهنا اهم شيء يا اخوان ركز وياي زين، ركز على هذه الشغله يا اخوان. نحن راح نترك الاكثر اثاره والاكثر روعه والاكثر ابتكار، راح نركز على الاكثر متعه لان يعني هو هذا عنوان الفيديو مالتنا. مثل ما قلت لكم الهاشتاج جدا مهم اللي هو هذا الهاشتاج يا اخوان، هنا تقدر تقرا القوانين. بعد ما تقرا القوانين وبعد ما تقرا الجوائز وهاي كل هاي السوالف، راح تجي هنا تكتب الايميل مالتك، الايميل يقدرون يتراسلون بيه وياكم، الاسم، معرف اللعبه اللي هو الاي دي، اسم القناه اليوتيوب، تكتب اسم قناتك على اليوتيوب، عنوان الفيديو اللي راح تخليه باليوتيوب، ورابط الفيديو. وراها تدوس ارسال. بعد ما انت تسوي تقديم راح الشركه تشيك على الفيديو، اذا انت فائز راح تربح بهاي الجوائز. وبس خلي نشوف هسه واعطيكم مثال عن الفيديو الاكثر ممتعا. اوكي الربع، مثل ما تشوفون هسه راح نختار الفئه الثانيه، ومثل ما اخترنا الفئه الثانيه يعني الفئه الثانيه راح تكون للتحشيش. فهسه راح نطب، شو نسوي؟ نسوي مقالب بالعالم. فاجاني مقلب يا اخوان، نسوي مقلب اللود عبسي هيك. ما الشيطان. اي نعم يا اخوان. فهسه شنو راح نسوي؟ راح نطب سكواد. طب سريع 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 سريع. لك قاعد اقول لك سريع. شوفوا كل قاعده ملايبات، شوف حركات ربي. المقلب وين راح نسوي؟ المقلب وين راح نسوي؟ راح نجمع لوت، اكبر كميه لوت نحطه قدام الشخص هذا. اول من يجي قتله، اي قتله الله العظيم. فراح ننزل حاويات يا اخوان، راح ننزل وين؟ هنا تمام. نجمع اللوتات شويه ونروح نحطهم بالارض. اول من يجي واحد زين احنا وين حنحط اللوت بالضبط؟ جتني فكره يا الربع. عرفت مبدئيا يا اخوان شنو راح نسوي؟ راح نجيب سياره. تفكير والله تفكير يا رب. اكو سياره ما طول هذا. خلص يا اخوان، عبسي شغل لي السبيد، عبسي طفي السبيد. بس خلنا ناخذ السلاح شويه. كروسبو. حلو. لوت زين، جميل. بس خلينا نلقى سياره. نلقى سياره سريع. عبسي حط السبيد، عبسي طفي السبيد. بس حبيت اسلم على متابعيني. حطيت لايك لو لا؟ انا بالبدايه ما قلت لكم حطوا لايك، بس هسه حط لايك. حط لايك. ها لقينا سياره يا الربع، حلوين. جميل. يا اخوان نعوف مقلب اللوت، احنا ايش حنسوي؟ لازم نسوي شنو؟ راح نحط سيارة. أول من يصعد السيارة اصعد وياه وقتله. وربي الاسطورة، وربي الاسطورة. اكو باقي هنا. لا! اكو واحد هنا. لا بدعت امك، بدعت امك بالثواني. لا بدعت امك. بدعت امك بالثواني، بس بدي اسوي بيك مقلب ثواني. راح نتمدد هنا يا اخوان. اول من يصعد السياره شلون راح يجي؟ شلون يصعد السياره؟ شلون
بس دقيقه خلنا نفهمكم شباب، خلنا نفهمك، خلنا نفهمك حبيبي. احنا انا نسوي بيك مقلب، بدات امك تعال على السياره، بدات امك اطفر يا الربع. نرجع يا الربع. عجيب بالك ابالك، انا خاف منك، تعال اطلع لي، تعال اطلع لي. باو انا سويت هاي الحركه على مود اطلاق. اطلاق المحاوله الثانيه يا اخوان، المحاوله الثانيه يا اخوان. رسمت خطه لببجي موبايل وراح ادرسها هنا. أنا ما تحتاج دراسه، انا اسطوره ما تحتاج دراسه. ف هسه خلينا ننزل. وين وين ننزل؟ وين ننزل شباب؟ راح ننزل هنا يا اخوان، راح نلوت، راح نلوت هنا تمام. ناخذ سيارة ونجي نوقف هنا، لان الاغلبية اللي بالمطار ما عندهم سيارة، بس هنا يقدرون يحصلون سيارة. راح نحط اللوت. شحن خمسة، شحن خمسة، طيارة، شحن خمسة طيارة. شباب السلام عليكم. شحن خمسة، شحن خمسة حبيبي. لان بني مشارسن بتي بتي. ما لكم علاقة يا اخوان، حتى لو كان الشحن 400 خالف انا ديك راي اسطورة. ما خالف يا الربع. سيارة ماكو يا اخوان، اذا الشحن راح ينطفي احنا ندور على سيارة. ماكو سيارة شباب. ما طار في 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 ما لكم علاقة. بس خلنا ناخذ سلاح على مدة تمدد بصف الماطور تمام؟ مسدس؟ شو اسوي بالمسدس؟ ها؟ شو اسوي؟ بس اروح اجيب الشاحنة راح ينطفي. حطوا لي. اوكي الربع حاليا لقينا سيارة وماطور يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله تضبط ان شاء الله. شبيك ماطور، شبيك شبيك. خلاص يا اخوان راح نوقف هنا، الماطور راح نوقف هنا تمام. نطلع منه نتمدد بصفه. اي اي هسه تمام. اكو واحد، اكو واحد، اكو واحد، اكو واحد، اكو واحد. هذا هذا هذا. لا 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 بدأت امك، لا بدأت امك. ليش شبيكم؟ بس بعد الحركة هذا المقلب هنا راح يطلع هنا. تمام ضبط. النزل راح تكون حاويات. وي وي شو تريد، شو تريد انت، شو تريد؟ وخر لا صدقك تفاح على راسك، وخر. ابلع. شو تريد ابويا وخر؟ شو بلش كم واحد نزل؟ متنا. لا لا يا اخوان ما لكم علاقه بالحكي. هالمره تدرون شو نسوي؟ ما راح اسوي شيء. فقط راح اقعد وانتظر بالسيارة اللي موجودة هناك. يا رب تكون اكو سيارة موجودة. سيارة بهذا الجراج، لازم تكون اكو سيارة بهذا. لا مو هذا، هذا هذا. اكو سيارة هناك، اذا ماكو هنا فاكو هناك. حلو فول. سلاح سريع، سلاح سريع. اي سلاح، مسدس، اي سلاح. لا لا مو هذا المسدس، يعني يعني احنا من كنا نقول مسدس كنا دنشاق، مو طلع لي مسدس من صدق. حلو مني، حلو. طب بس اخاف يجيني من هذا الباب شباب. اللي حنسوي شنو؟ نركب السيارة، نرجع نسد الباب هذا هيجي تمام. راح شو نسوي هنا؟ نختم هنا. خلنا نركب يا الربع، نركب ونرجع لي ورا. راح يجوني بس يا اخوان، انا يعني بدي اشوف، بدي يشوفوني يا رب. اكو واحد هنا أنا. يا رب. يا ابلع ابلع ابلع. يا اخوان عبالهم انه انا فاصل وقت لهم سريع. ابلع 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 لك ابلع.
نو نو قتال، انا يجي يم انتو نو قتال. هسه خلينا ننتظر واحد يجي. بعيد عنك تدري حياتي عزا. خلاك المتابعين. اسمع صوت واحد. واحد هنا انا بالبيت يهمي الربع. ربي مبين محترف. لا تاخذ ذيك السيارة، اكو سيارة هنا، لا تاخذ ذيك. تجاهل تجاهل انت ها؟ ليش اخذت ذيك السيارة لك؟ اكو سيارة هنا، ليش تاخذ ذيك؟ نضرب طلقة ملبوت. جو اثنين، جو اثنين. هل افتح الباب؟ وش هبول؟ ابلع لك، ابلع لك، انزل. لا لا ابلع. ابلع 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 ابلع. ها يلا 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 يلا. اوكي اخوان، المحاولة الثالثة راح تكون قوية اكيد، راح نقتل مو بس اثنين ولا ثلاثة، راح نخفف على اكثر. نعم نعم. اوكي الربع، بالمحاولة الثانية مدري الاولى كان اكو سيارة هنا، فراح نطب ونعسر يدم السيارة، بس انا اكيد حظي واعرفه ما راح يكون اكو سيارة. اكو سيارة يا اخوان، بس سلاح منين راح نجيب يا الربع؟ لازم ننزل هنا، لازم ننزل هنا على مود نجيب سلاح. لا عبالكم انا ضجت؟ لا يا معود، ولا ضايج اصلا، ولا ضايج، لا لا لا. بس دقيقه يا ربع، على مود انه ها اشوفكم انه انا ضايج. دقيقه بس كان كوش يجي بالارض، على مود انه يتعذب بالايباد، يعني بالايباد ورايا ما يصير له شيء. ها حنحط هاي اباكم انا ضايج. لا لا بس دقيقه، على مود لا ينكسر. اباكم انا ضايج، اي ما انكسر. لا ما لا ضايج يا. وبس يا اخوان، هنا كانت الحلقه، اتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسوا تشاركون بالمسابقه هاي يا اخوان. اوكي ربا، طبعا حاليا راح اعطيكم بعض الافكار اللي ممكن تستخدموها بالتحدي هاي وبالمسابقه هاي، اللي هي مثل فكره التمثال. فكره التمثال جدا جدا بسيطه، وتقدر تسوي بها شغلات وتحشيش كلش كلش حلوه. بالبدايه تنزل على ماب سان هوك، وراح اختار اللبس هذا، ونختار الاصلع، وراها تنزل على منطقه بان نان، ما ادري ايش اسمها صراحه، بس هي هاي المنطقه. تروح وتسوي نفسك تمثال، لان يعني هناك اكو تماثيل، فانت راح تلبس نفس لبسهم، وراح تسوي نفسك تمثال وتنتظر العدو وشوف ردة فعله، هل راح يجيك ولا لا، وانت تقدر تسوي هاي المقاطع. والطريقة الثانية يا اخوان، نفس الطريقة اللي سويتها انا بالبداية، تقدرون تستخدمون نفس الفكرة مالتي، او هواية هواية من الافكار تقدرون تستخدموها. ولا تنسون يا اخوان، الاي دي مالتكم لازم تحطوه بنهاية الفيديو او بداية الفيديو، لازم تحط الاي دي على مود الشركة، تقدر تشوف الاي دي مالتك، واذا فزت راح ادز لك الشدات والجوائز هنا. وبس راح اخليكم القوانين والشغلات هاي كلها بالدسكربشن، وبس بيس اوت. باي باي. عيبات انكسرت لو لا بعد شغال يا ربع.